بون، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعافيت من الإصابة تاعي اللي تلقيتها في المباراة تاع كأس الجمهورية. الحمد لله اليوم وين رجعت البارح دربت مع الجروب وعلى الفيرات تاعي. الإصابة تاعي تعافيت 100% وراني في الجروب والحمد لله. وما راحش يكون سهل وحنا راح ندورو تو بول تو باش ان شاء الله نديرو نتيجة إيجابية ونفوزو بمقابلة. وكيما تشوفوا التحضيرات راهي تجري بطريقة جيدة إن شاء الله، وربي يوفقنا إن شاء الله لهذه المباراة. وما كاش كيفاه كيما يقول لك المثل، راح نضمن البقاء في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. وعندنا كونفيونس في اللاعبين تاعنا وفي الصف تاعنا وإن شاء الله راح نضمن البقاء إن شاء الله.